إنني أعرفك يا ابن مسهر، ولكن ما كنت أتصور أنك بعيد عن التعقل. أيها الأمير، ابن مسهر هو أخو الحسين بالرضاعة، ربما استحى واضطر للبقاء إلى جانبه، وأعتقد أنه كان محظوظا إذ رآه الحسين بن النمير وجاء به إليك. ربما كان كما تقول. حسنا يا قيس، تحدث عن أخيك، أين هو الآن؟ سألناه قبل هذا أيضا فلم يجب، ومع ذلك فإن الأنباء التي جاء بها أصحابنا كثيرة. لقد أخبروني أن زهير بن القين يرافق الحسين. عبد الله، إن الحسين بن علي يقصد الكوفة، وربما يوجد في هذه المدينة إلى الآن من ينتظره ليأتي ويؤلب الناس على الخليفة فيلتحقون به. اذهب خارج القصر وأخبر الناس ألا ينقضوا عهد الخليفة يزيد. اذهب، بعد ذلك سترى أنك لن تبقى بدون نصيب من عطاء الخليفة وصداقتنا. يا أهل الكوفة، إنني أوجه الكلام إليكم. أيها الناس، إنني جئت إليكم مبعوثا من أبي عبد الله الحسين بن علي، ولكنني وقعت بيد رجال عبيد الله أسيرا. عبيد الله خيرني بين الموت والحياة، وهكذا أن أمدح الخليفة فأبقى، أو أظل على عهدي وفيا فأقتل بالسيف. وأنا حائر فيما أقول، إذا قلت أن الحسين ابن رسول الله ليس سيد شباب أهل الجنة فإنكم لن تصدقوا، لأن المسنين منكم سمعوا ذلك من لسان رسول الله. وأنتم أيها الناس، فإذا لم تشتموني باللسان فبالقلب، وتدعوني بالكذاب ابن الكذاب. وإذا قلت إن يزيدا ليس فاسقا وفاجرا وفاسدا لما صدقتموني أيضا ولا أنقذتموني. وكأن أقول إن عبيد الله ليس ابن مرجانة ولم يكن أبوه ابن النابغة، لأن من شرق البلاد الإسلامية وحتى غربها لا يوجد أحد لا يعرف قصة نابغة وأبي سفيان والعاص. لا، وحتى إذا قلت إن نابغة كان نزيها ومرجان كانت وفية وكذا وكذا فلن تصدقوني أبدا. إذن لماذا أتحدث؟ كلا كلا يا أهل الكوفة، كلا، إنني لن أقول شيئا يسوء عبيد الله ويفرحكم. يا قيس بن مسهر،
إن عبيد الله قال أن تمدح يزيداً وتثني عليه وعلى حكومة بني أمية، ولكنك تنسج أوهاماً باطلة. أيها الناس، لقد صدق هذا الشاب. لقد طلب مني عبيد الله أن أتحدث عن خلافة بني أمية، وأنا نسيت. أيها الناس، إنني لست خطيباً، ولكن نقلوا حديثاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنقله لكم. يا أهل الكوفة، لقد قال أبو الحسن: كل قوم يليقون بالمجموعة التي تحكمهم، ربما كنتم لا تليقون. بأكثر من ابن مرجان عبيد الله. ومع ذلك فإن أبا عبد الله اهتم برسائلكم وتوجه نحو الكوفة، وهو الآن في منتصف الطريق. إن الله تواب غفور. حطموا الصمت القاتل، توجهوا نحوه وساعدوه، لأنه حامي دين الله. فليرحم الله أمير المؤمنين الإمام علي، إذ كان صادقا طاهرا. إن هذا الرجل يتقدم لقتلي، إن يدي مغلولتان وسيفه بتار. وها أنتم تتراجعون من الخوف. يا أهل الكوفة، إنكم مصداق كلام أمير المؤمنين. ويل لأناس أذعنوا للظلم وابتعدوا عن العدالة. يا إلهي، إن حياتي ومماتي بيدك، فتقبل ولا ملجأ لي سواك. عندما وصلت كان قد مضى يومان على صلب جسد قيس مقطوع الرأس في وسط الميدان، وما من أحد يجرأ على دفنه في التراب. إنها حكاية محزنة. إنها ليست حكاية، وإنما مأساة تتكرر ليل نهار في الكوفة. ليتنا عدنا. وهنا قال الإمام الحسين: كلا أيها الناس، لقد سمعتم ما قاله هذا الرجل. في الكوفة لا يستضيفون إلا للموت، إذن فإن أي أحد يريد غير هذه الضيافة فليعد إلى الحجاز ويتركنا. يا أبا عبد الله، إن العدو أمامك، أفواج من القتلة الشاميين والكوفيين. لا تصرف الرجال، دعهم يبقون. أجابه الحسين: يا زهير، سفر العشق مستمر. إن من يريد الفرار فإن قلبه ليس في هذا الطريق. دع أشخاصا يبقون معي لا يريدون سوى طريق الله. أيها الناس، إنكم سمعتم نهاية مسلم وقيس وهانئ والآخرين. أرسلوا رؤوسهم إلى الشام، وأجسادهم لعبة بيد أوباش المدن.
ومن كان منكم لا يريد عاقبة غير هذه فليذهب عنا، والسلام. صدق أبو عبد الله. إنني باطن. والله أنا في حيرة الآن. إنني باطن مع الحسين. إن الأمر لن أذهب. يا أبو عبد الله. يا زهير سبيل. أرأيت مسلما؟ أينه؟ كلا كلا. إنه على الأمر كما رأيت. أسمعت ما قال؟ أما كان يريد الذهاب إلى الكوفة ليصبح خليفة؟ أسمعت كان يبشر بالموت. أما أنا فلن أفعل. ماذا ستفعل؟ أنا ذاهب. عندما وصلنا ليلة أمس لم أرى شيئا، ولكن عند الفجر رأيت ظلال النخيل. أترون؟ هناك. جون، إنما رأيته ليس ظلال النخيل، وإنما رؤوس ورماح رجال الكوفة ليسدوا الطريق بوجه الحق والعدالة. ماذا تقول يا حبيب؟ قبلك رآهم أبو عبد الله، إنما قلته كلاما قاله الإمام. يا قوم، يا قوم، لقد قال أبو عبد الله إنما ترونه في الأفق طليعة جيش جاء لقتل سبط رسول الله، يطلبني وليس له شغل مع الآخرين، وقبل أن يقترب هذا الجيش اذهبوا ودعوني، إنه يريد أن لا يبقى إلا من تعلق به قلبا، ومن يخشى الموت فليذهب، فللحسين رب يرعاه ويحميه، والسلام. إذن هم القادمون. لنذهب. نذهب؟ إلى أين؟ إذن لم يكن نخيلا؟ كلا، بل جيش قادم من الكوفة. إذا لم يكن حق الخلافة معه، لعله مع أولئك القادمين. لو أعطونا خيلا وسيوفا لأصبحنا معهم.
لنذهب. لنذهب. قادمين نحونا. ربما كانوا من جيش الكوفة. ربما إنهم لكذلك ومن القادة. أليسوا مبعوثين؟ ربما. يا جون، ليتك تذهب وتستقصي. يا حور، هناك، أترى الرجال فوق ذلك المرتفع؟ أحدهم يتقدم نحونا. ماذا تفعل؟ وإذا هاجمنا؟ وما أدراك، ربما جاء لينضم إلينا. إنه من الجيش الذي قدم أمس. السلام عليك يا أخي. عليك السلام. لدي سؤال. اسأل. إن إخوتي يريدون أن يعرفوا من أنتم ومن أين تقدمون. إنك ترى أربعة رجال تعبين قادمين من الكوفة. أربعة رجال تعبين؟ ألستم مع ذلك الجيش؟ لسنا معه. حسناً يا أخي، أتقودني وأصحابي إلى تلك الخيام؟ إذا قلتم من أنتم وما هو هدفكم لربما. قل الحر بن يزيد. إن أبا عبد الله يعرفني جيداً. أنا أيضاً أعرف الحر بن يزيد. سمعت باسمه. حسناً، من كان الرجل؟ الحر بن يزيد. الحر بن يزيد؟ الحر بن يزيد الرياحي. ألم يقل لما قدم؟ لرؤية أبي عبد الله. لنذهب. أترى يا أخي؟ إنهم قادمون نحونا. أرى. هل نبقى؟ يبدو أنه زهير. كان ذاهبا للحج. السلام عليك يا حر بن يزيد. وعليك السلام يا زهير. سمعت أنك جئت لرؤية أبي عبد الله. صحيح ما سمعته يا زهير. كنت مسافرا للكعبة يا أخي؟ لا تزال رائحة الديار تفوح منك. ورائحة الوطن منك. تحدث عن العراق. هل التحقت بأبي عبد الله؟ وأنت لا تريد الالتحاق؟ جئت لأخذه. كنت أعرف أنه يسافر مع العيال، فتركت الجيش وجئت منفردا كي لا يضطرب عياله. خذني إلى خيمته يا زهير. يا حر. زهير.
إنك التحقت بالحسين، ولكنني قائد جيش الخليفة. خذني إلى خيمة أبي عبد الله. حر، إنك تعد من الرجال الأحرار. إن الذي نصب خيمة أمامك هو الحسين بن علي ابن فاطمة، وأبوها رسول الله. إنه هو الذي يتقدم. أبو عبد الله، تعبوا في الصحراء التي كانت ممتدة حتى الحجاز. وصل الحر إلى خيمة الحسين بن علي، والآن ها هو إلى جانب رجال شجعان معروفين من سلالة الطاهرين والأنبياء المعصومين. والحر بن يزيد القائد التعب، وجيشه الجرار المكون من رجال جميع القبائل، قد طوى هذه الصحراء القاحلة بحثاً عن هذه القافلة الصغيرة ليطلب منها الاستسلام أو الموت. وكان الحر بن يزيد يعلم أن الحسين ليس من الذين يقبلون الذلة. كان يتقدم متمهلاً بابتسامة مشرقة على الوجه الكريم تخترق أعماق قائد جيش الكوفة. قال الإمام: يا حر بن يزيد، مرحبا بك، رغم أنني أعلم أنك لم تأتي لنصرتي. معذرة يا مولاي، إنك سليل الطاهرين وأنا جندي في جيش الخليفة. إنني مأمور ومجبر على منعك من المسير. إذن اجمع المتاع وهلم معي إلى الكوفة، وهناك الأمير ينتظرك. يقال إنه ولي من قبل خليفة الشام. أمير قتل صلحاء الكوفة وسلط السفلة على الناس الطيبين؟ بيده أمر الخليفة، وأنا مسلم ومجبر على تنفيذ أمر الخليفة. رافقني يا ابن رسول الله. كلا، يقال إن الحسين ابن نبيك، ولكنهم يدعونه بالإجبار إلى إطاعة الشيطان بذلة واستسلام. أعلم إنك ابن فاطمة، ولكنك ترى أنهم أرسلوا معي 1000 فارس لأنفذ أمر خليفة رسول الله. أيها التميمي، كن منفذا لأمر الله وما أوصى به رسول الله، إطاعة القرآن وحماية عترته. يا حر بن يزيد، أليست هذه قافلة عترة رسول الله؟ يا ابن رسول الله، نحن عطاشة، ألا يوجد عندكم ماء؟ معنا 1000 فارس أمضوا يومهم عطاشة. أيها الأمير، إن رجالك يتضورون عطشا، فالخيول لا تستطيع أن تواصل سير، والرجال ما عادوا يقدرون على تحمل حرارة الشمس. القادة طلبوا أن تسمح لهم بالبحث عن الماء. إنني وكما أعلم لا أرى أثرا للماء في هذه الأرض. كنا 1000 فارس في القادسية عندما انفصلنا عن الحسين بن النمير. عسكر بن النمير هناك، ونحن كما أمر الأمير خرجنا بقيادة الحر بن يزيد وقطعنا الصحاري في الحجاز بحثا عن الحسين بن علي، حتى أوصلنا العطش بعد التعب القاتل إلى الموت، فوجدنا القافلة الصغيرة للحسين بن علي. قلت لكم أن تأتوا بالحسين، وما طلبت كتاب الحر بن يزيد.
الحر بن يزيد تحدث مع الحسين وطلب منه المجيء إلى الكوفة ليسلمه إلى الأمير عبيد الله، وكان يعرف أنه لن يقبل. هذا ما حدث. كم عدد الذين كانوا معهم؟ لم نعدهم. عرفت فيهم بعض الهاشميين أبناء علي بن أبي طالب وآخرين، ومع ذلك فإنهم يقلون عنا مئات المرات. إذن ماذا حدث كي تبقوا؟ إنني قد وليتكم عليهم. كنا عطاشا وعند أبي عبد الله ماء كثير، سقانا جميعا. أين هم الآن؟ طلب قائد الجيش من الحسين أن ينتخب طريقا لا للحجاز ولا للشام، وفعل أبو عبد الله ذلك، وعزم الحر بن يزيد أن يتابع قافلة الحسين إلى أن يستلم أمر الأمير. أيها الأمير، اقرأ الكتاب. لقد طلب الحر منك شيئا. ما هو؟ قرأت. إن الحسين لا يأتي إلى الكوفة. لقد وضع شروطا أمام قائدي، أن يعود للحجاز أو نعطيه أمانا بالذهاب إلى أطراف البلاد ويرتحل إلى بلاد أخرى. لو كنت أنت يا عمر، ماذا كنت تفعل؟ لا أدري. أيها الأمير، إن الحسين في قبضتك. أنت الذي أخمدت تمرد الكوفة، فأخذ البيعة من الحسين ليس صعبا. أو كني سترى أنني في ليلة واحدة سأتيك به. إنني لا أرى صلاحا في منازلته يا ابن ذي الجوشن. ليس الحسين بن علي هانئ بن عروة. إذا تولى يا عمر أمر الحسين بنفسك. أنا؟ نعم أنت. إلا أن ولاية الري عهدت إلي، ولقد هيأت متاعي وسأرحل في الصباح الباكر غدا، وقد جئت اليوم لوداع الأمير. كما قلت لك يا عمر، أوصل الحسين إلى الكوفة واذهب. أتعلم يا عبيد الله، لو أعفيتني من مواجهة الحسين. يا عبيد الله، إن أبي كان صديقا لأبي، وأنا نفسي كنت رفيق الحسين في الصبا. كما قلت لك يا عمر، وإن لم أذهب. أنت مخير. أبعث شمر بن ذي الجوشن. أعد لي العهد الذي كتبته لك. العهد؟ عهد ولاية الري وإصفهان أرجع. ليس معي. اجلب وقل أن يعيدوا متاعك. أخبروا حرس القصر من اليوم أن عمر بن سعد بن أبي وقاص لم يعد يعمل لدينا، وليس له مكان في القصر، ولا يسمح له بالدخول. اذهب يا عمر. أيها الأمير، لقد بقيت وفيا لك، وقد بايعت الخليفة يزيد بن معاوية، وأريد البقاء على عهدي له. إنك لا تليق يا عمر. إذا كنت تريد فأنا لائق. الخليفة يريد منك أن تحمل على الحسين وأن ترى تنفيذ أمره أهم من كل ما تحب وترضى. أولم أكن هكذا حتى هذا اليوم؟ إن ولاية الري وإصفهان كانت عطية مساهمتك في إخماد فتنة الكوفة. حسناً، ماذا تقول يا عمر؟ أتذهب للقبض على الحسين أم تعيد لنا العهد؟ امنحني فرصة قصيرة لأخلو بنفسي وأتأمل فيما قلت وأتدبر. لا بأس، اذهب. غدا وقبل الفجر سأكون في انتظارك. Ha, 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 ha.
الله أكبر الله أكبر الله يا أخي، يقول أبو عبد الله أتصلي معه أم فرادة؟ بل نصلي معه. أشهد أن لا إله إلا الله ونقتدي به. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وهكذا كان فالرجال الذين سدوا عليه الطريق وقفوا خلفه يصلون صفا صفا لا إله إلا الله وبعد الصلاة أقام مرتفعا من أحمال الجمال لكي يقف فوقها أبو عبد الله للموعظة ووقف الإمام خطيبا فيهم أيها الناس أشهد الله تعالى أنني لم أنحرف عن طريقي إليكم حتى وصلتني رسائلكم وإني لم آتي أرضكم حتى جاء رجال البصرة والكوفة ليل نهار يطرقون بابي ألا إمام لهم وأن مصباح الهداية مطفأ في ديارهم أيها الناس إذا كنتم للعهد ملازمين فإني سآتي بلدكم وإذا كنتم لا تريدون ذلك فإني أجتاز جواركم وأعود إلى ديار جئت منها إليكم حسناً يا عمر ها أنت وحيد وحدك وحدك في يد ولاية أراض كثيرة وفي الأخرى ماذا أملك في هذه اليد الخالية من كل شيء أه
أأحصل على الإمارة من الحسين؟ أضغاث أحلام. إذن أي شيء؟ لا شيء. أترى يا عمر، أنت الذي أبوك سعد بن أبي وقاص أين تجلس، وهو الذي أمه مرجان أين؟ حسنا، ما العمل؟ السلطة بيده، وأمر ولايتك عليه ختم عبيد الله. الولاية مشروطة بخدمة أخيرة تؤديها لعبيد الله، إما أن تحمل على قافلة الحسين وتجبره على المجيء للكوفة، أو حقا يا عمر، أتقبل أن تريق دم ابن بنت رسول الله؟ كلا يا عمر، كلا كلا، إنك قد رأيت كيف أن الحسين كان يضحك ويركض أمام النبي، ولشدة شوق النبي إليه كانت عيناه تفيض دموعا. إنك رأيته كيف كان يصعد منبر النبي ويجلس في حضنه، وكيف كان يقاسمك التمر الذي كان يأخذه من جده. ماذا ستفعل؟ أتقاتله؟ كلا كلا يا عمر، كلا، اترك هذا الأمر يا عمر، اترك. أتركه، والولاية التي حصلت عليها، فإذا لم تذهب للقبض على أبي عبد الله سيرسل آخر مكانك. أجننت يا ابن سعد؟ لقد مضت سنوات لم يحالفك فيها الحظ، والآن وقد ربض البعير الشرود أمامك ساكنا. اربط، لماذا تتأخر؟ أبعد هذه الأوهام عنك يا ابن سعد. عبيد الله ينتظرك. أهو أنت يا مهران؟ لقد أعد الجيش خارج مدينة الكوفة، وعبيد الله يريد أن يعرف أتعيد العهد أو العهد. أعيد وأتمرد على الخليفة؟ قاتلني الله إن فعلت هذا. لقد جئتك بفرس وسيف وأمر. Thank you.
الأمر أن تهاجم الحسين بن علي. لقد وصلنا هناك. فارس قادم. السلام عليك يا حر. عليك السلام يا نافع. أقادم أنت من الكوفة؟ نعم جئت من الكوفة. قل لي لماذا جئت؟ جئنا لرؤية أبي عبد الله. مستحيل يا نافع، عد من حيث أتيت. مهلا يا حر بن يزيد، أتمنعني من رؤية ابن رسول الله؟ مسلما عهدتك يا حر. وما زلت إلى الآن. إذن دعني أرى أبا عبد الله. كلا يا نافع، لا يمكن ذلك. يا حر، نافع بن هلال من أصحابنا، دعه وشأنه. ومن أصدقائي، لكنه يطلب شيئا لا أستطيع السماح به. عد يا نافع. كلا يا حر، إنهم لم يكونوا مع الحسين. كنا معه وسنبقى. إذن سأرسلكم إلى الكوفة. يا حر، لقد قلت بأنك ستراعي أبا عبد الله والذين معه، إنهما من أصحاب الإمام، ونحن سندافع عن كل من يقف إلى جانبه كما ندافع عن أنفسنا. حسنا جدا، لكما أن تذهبا إليه أو أن تعودا، أترك الأمر لكما.